هنا بأحد ورشات الخياطة شرق وهران يتطوع عشرات الشباب لصنع الكمامات الوقائية الصحية، مبادرة انطلقت من ولاية المدية لتعم عديد ولايات الوطن لتصل لوهران. شباب ولاية المدية نشكرهم بزاف، ويعني وتنقلوا من المدية حتى لولاية وهران، تنقلوا من المدية حتى لولاية وهران، تلاقوا بالشباب تاعنا هنا تاع وهران اللي يعني داروا الفكرة مع بعضهم بعض وخذوا المبادرة هذه، والشباب تاع ولاية وهران يعني الشرفاء اللي نشكرهم بزاف خذوا المبادرة هذه. أكثر من 3000 كمامة وقائية تصنع في هذه الورشة، فمن مرحلة جمع المادة الأولية وصولا إلى تعقيم الكمامات في مخبر صيدلي خاص. هذا المعقم هو اللي يعطوه لنا تاع صيدلة المعقم، حنا ما علينا إلا التعقيم، والتعقيم ما يكونش هنا في الورشة، يعني التعقيم عندنا يعني في الآخر صالة كبيرة يعني معقمة كامل، ما يدخل لها الورشة هذه حتى واحد إلا المعقم اللي يكون فيها، يعقم ومن بعد كي من بعد التعقيم نستلموا عليه لاماتير هذه تاع الكمامات ونعطيوها يعني للناس، نقدموها للناس. هؤلاء المتطوعون لبوا النداء، فالوعي بخطورة وباء كورونا ضرورة للخروج من أزمة الصحية. احنا طوعنا وكاين ناس خيرنا من طوعوا طونا هذيك لاماتيات على بولي بون، وحنا بشرنا مباشره كي جاو عندنا ناس على المديه، انا بشرنا بدينا نخيطوا، احنا دروك نفصلوا 1200 انا نوصلوا للفصاله. هذه النوعيه النسيج بعد ما شفنا اطباء في مديريه الصحه هي نوعيه بولي بون بوليستير، وعطونا يعني الضوء الاخضر يعني باش يستعملوها، وهذه الاقنعه هي مستخدمه لوجه الله في سبيل الله، يعني راها متوجهه بصفه خاصه، وريت تتعمم تدريجيا للاطقم الطبيه والشبه الطبيه في بمختلف المؤسسات الاستشفائيه. وعلى غرار خياطه الكمامات الوقائيه عمت المبادرات وحملات المواطنه لترص صفوف الجبهات الاجتماعيه لصد وباء كورونا.